تظاهرة السبت، يعني هي أصلا كانت مؤجلة من يوم الجمعة، كانت مقرر حجلت إلى السبت، ويبدو أن هناك يعني من يريد أن يلعب وراء الكواليس يستغل هذه التظاهرة لأمور أعتقد يعني أحيط بها السيد الصدر علما. يعني كان بعض التقارير تشير إلى حدوث أعمال شغب أو أعمال تخريب مقصودة، يعني يراد بها الفتنة، ونحن نسمع منذ أيام الانتخابات ولحد الآن أنه يراد هناك فتنة داخلية واقتتال شيعي شيعي، فهذه ربما كانت مناسبة دسمة لدس السم في العسل. ولذلك السيد الصدر استباقا، أعتقد هذا تحليل الشخصي ليس معلومة، أنه ربما وصلت معلومات أن هناك من يريد أن يكيل بمكيالين ويستغل مثل هذه التظاهرات الكبيرة. لا ننسى أن هناك الطرف الآخر اعتصامات للإطار التنسيقي، والأيادي الخبيثة ربما تفعل أي شيء، وشرارة واحدة تكفي لحرق كل شيء في بغداد. يعني هذا الموضوع خطير جدا، لذلك يعني هذا موضوع تأجيل التظاهرات أعتقد قرار سليم وفي محله، خصوصا مع التحركات السياسية الدؤوبة. يعني